السنة الماضية وبشهر حزيران يلي بيشهد عيد الأب وهو العمود الفقري للعائلة، تابع فريق تحقيق عائلات كرمت ببكركي. عائلة يوسف بشارة وميلاد نصيف الأكثر تضامناً بلبنان، وهي نموذج للعائلة اللبنانية المسيحية الصالحة، استحقت التكريم من البطريرك الماروني، والعائلة كان لها قصة مؤثرة وحلوة كتير شهدناها وسمعناها بتحقيق. نيال يا بنت اللي عنده أمان وبيان. حطينا إيدنا على الإنجيل وقلنا لما ربنا بيبارك هيدي الخطوة مش نحنا عم ناخدها، مش بقوتنا رح بتصير، بقوة ربنا. 9 أشهر حملت روز شربل بأحشائها وهي على يقين إنها رح تهدي لسلفتها رندا، وهيك صار وبدون تردد عند خروجها من المستشفى. طلعت من الأوبيتال وجيت رندا كانت عاملة عرس من بالونات من فين. إنه كل لحظات فرح هيدا شي ما بينكسر. عائلة جورج مهوري المكونة من الأب الأم وثمان أولاد، وهالسنة زادوا كمان فرد. العالم كتير بيشوفوا إنه شيء منه نورمال، منه تيبيك، علماً إنه نرجع للجنراسيون تبع أهلنا كانت شغلة كتير نورمال وكتير تيبيك يكون في 7 8 9 10 15. وكثرة الإنجاب بجو من الفرح والبهجة ميزت أيضاً أنيس عون وزوجته جمال معوض مع أولادهم 15 وأحفادهم 106. هيدي بيفتخر فيها الواحد، بدك عائلة، إذا بتربي عائلة مشان لحتى يحكوا بحقك، إما مشان الله يرحم اللي خلف واللي ربى. كنت خير الله، كنت عايش مرتاح بوجودهم، لو كنت تعبان بس كنت مرتاح. عائلة جورج وسعد أنطون ومن الثمان أولاد قدمت منهم 3 كهنة لتلبية دعوة الرب. مساء الخير للسنة الثانية على التوالي، برنامج تحقيق يكرس حلقة عن العائلة لأنها هي ركن المجتمع وأسس تطوره، فهي مرآة هذا المجتمع، هي نواته. لذا كل سنة البطريرك الماروني يكرم عائلات تتميز بكثرة الإنجاب، بتكرس دعوات لخدمة العائلة، بتقبل التحديات بالصبر والرجاء. ريتا يمين الخوري هي المسؤولة عن مكتب رعوية الزواج والعائلة بالدائرة البطريركية المارونية، وهي بتسعى من خلال هالمكتب إلى جانب زوجها سليم إلى الاهتمام بالعائلات المارونية بمشاكلها، بالتنشئة بلجان العائلات المنتشرة بأرجاء الأبرشيات، والهدف هو مصالحة العائلة وتكريمها. ولكن على أي أساس يتم اختيارها؟ نحن العائلات اللي مننقيها منا بالضرورة تكون أفضل عائلات، هون ما عم نعمل ركار، نحن منعلوم ومنحط خبر عند لجان العيال بالأبرشيات المارونية ومنطلب من سيادة المطارنة بالأبرشيات إنه هن يعلمونا عن عائلات مميزة ضمن المواصفات يلي بدنا إياها. كل سنة منضوي أكثر على شيء معين ما ضويناه قبل، بس يلي ثابت على طول هو كسرة إنجاب، جيل قديم جيل جديد، هو دعوات بقلب العائلة، بس كل مرة منضوي على الدعوات بطريقة مختلفة وتحديات بتمرق فيها العائلة، وأوقات بنزيد على هالأشياء كمان أفكار جديدة لحتى نضلنا نشوف خير عيالنا وإيجابياتها. البطرك الماروني بكرم العائلات نحن بنعملها بإطار عيد الأب، بمناسبة عيد الأب، وهو الأب الروحي للكنيسة المارونية، وهو بي كل عائلة روحياً بحب انه يكرمها. اول شيء تنضوع هالعائله، لما عم نكرم عائله يعني فيها شيء حلو، فيها شيء مميز، هالشيء المميز والايجابي ليش ما بننقله لبرا؟ ليش ما بنخبر عنه؟ شبعنا اخبار عن عيال اخبار منا كثير حلوه، في عنا خير بعيالنا ما عم تظهر للعلن، مشان هيك بنكرمهم. طب من خلالهم هالعيال نكون عم نكرم كمان كل العائلات يلي بتشبههم، ويمكن في عائلات افضل ما عم نعرف فيها.
ونحن من هون منتوجه دائما انه يلي عنده اي خبر عن عائله تتميز بهالاشياء اللي حكينا عنها يخبرونا يعلمونا، تكون عائله مارونيه نحن بنسال عنها، تكون سيرتها حسنه ملتزمه، ومن خلال التكريم نقول انه هالعائله كل اللي قطع عليها هي ما زال عندها رجاء وامل وما زالت قطوه حلوه لعيال كثير مثلها. ويليام، سوزان، كاتيا، بشير. سينا حدا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. الحمد لله. 17 ولد و37 حفيد. هيدي هي عائلة جميل وسلمى روحانا، ولأنها تميزت بوفرة الإنجاب وهي نموذج عن العائلة المسيحية الصالحة استحقت تكريم خاص من البطريرك الماروني. شو قصة هالعائلة؟ كيف ربيوا أفرادها؟ إمتى بيلتقوا؟ وكيف بيساندوا بعضهم البعض؟ توجهنا إلى قضاء الشوف وبالتحديد إلى بلدة مزمورة. وصلنا إلى منزل العائلة حيث تسكن سلمى الأم اللي أنجبت حضنت وربت هالعائلة اللي كانت تحلم فيها هي وزوجها المتوفى. كنت كل سنة جيب ولد، واحد بأولها واحد بأخرها، يروحوا على المدرسة. ضل عندي ثلاثة صغار بالبيت، كنت أخبز على إيدي، أخبز كل أربعة أيام، أخبز 50 كيلو طحين، ويوم أيام لا غسلة تبقى حاطة لكن هون ولكن هون وهون، دست الغلي اغليون هيك على ايدي كله. وبعدين شوي شوي صاروا يكبروا. ايه الحمد لله، وفي بنتي الكبيرة ساعدتني كتير هيك. اقعد مثلا حمم، انا ولد انا حمم وهي تنشف واختها تلبس. ربنا كتر خير، بس الواحد بده يكون عنده ادارة بالبيت ويكون عنده قناعة. شفتي كيف؟ من هيك بدهم يربوا الاولاد. بالصبر، بالمحبة، بالإرادة ربوا سلمى وزوجها جميل أولادهم ال17. ساعدوا وضحوا وواجهوا الصعوبات، أكثروا بالإنجاب وآمنوا بأنه التربية رسالة والأولاد نعمة من الله. أي كنا أولادي صغار قوم الساعة 4 تروقهم تغسلهم تلبسهم روحوا يا ماما، سبقوني عب كيف كان في طريق إجر نروح فيها، دق الساق كان يدق الجرس 3 دقات، قلت أنا لضب البيت شوي، روحوا هن يسبقوني أنا ضب البيت، البس علي امسك سكربينتي بإيدي، البس مشاي على الطريق بحس الطريق كله حجار وهيك، وانزل راكد من هون لأصل على طريق الكروسة بيقولوا، حط هذيك المشاي أجلك على تحت الطريق والبس سكربينتي وفوت على الكنيسة أنا والولاد، نرجع نجي كمان ماشي لها، كون عاملي الغداء قبل بيوم، حتى لهم يتغدوا هيك يروحوا يلعبوا او بدهم يناموا نيموا. كيف كنت نيموا؟ نيموا هيك حط حريم كبير من هون وهونيك ومخد علي مخاد مخاد، وانا نام على الباب على العتبه، وامسك شبيق كبير تبعول الزيتون حطوا حد مني، كل واحد يا ماما ظهره للتاني يناموا. نام شي 3 ساعات وانا بنام على الباب، اذا امشي ولد اذا بركي كنت. أثناء تواجدنا بمنزل روحانا كانت سلمى عم تقوم بتحضير الغداء لاستقبال أولادها 17 وعائلاتهم، وهيدي مناسبة أشبه بعيد بالنسبة إلها. غادة، لينا وكلارا كانوا عم بيساعدوها. أول شيء الكبير بيحمل الهم، هي أول شيء بالمرتبة الأولى. تاني شيء بده يتحمل المسؤولية كلها. انسخنت انا بدي شيل بالعائله، ما كنت اعرف لا اعجن ولا اغسل مثل ما هي كانت تعمل، انا كله بدي اخبز، روح حط شراشف حدي حتى ما حدا يشوفني. تاني شيء ساعدها بكل شيء بالبيت، انا واختي لينا اكثر شيء تركنا المدرسه تنساعد امي، وكتر خير الله درنا ربيناهم مثل ما هي ربتنا. بس انا ما تجوزت لان ما بدي اتجوز، ربيت كفايه
كأن أنا مخلفتهم، كأن أنا مربيتهم، ما بعرف يعني إنه حملت مسؤولية من أنا وصغيرة. اكتفيت كتر خير الله وأنا مقتنعة بحياتي. يلا كلارا خدي الصحون ووزعيهم على الطاولة، لأنه بعد شوي بدنا نقعد نتغدى. أنا لينا الرقم الرابع بالتدرج والثاني بالبنات. رقم بالبيت. كانوا اخوتي صغار، ساعدنا امي بالغسيل، بتدرس الاولاد باخوتي يعني، وبشغل البيت. كنا نطلع على المدرسه على بكره، نجي الظهر ساعه يعطونا فرصه نجي نتغدى نجي نشتغل فيها نرجع نطلع على المدرسه، من عشيه ندرس اخوتي ونرجع ندرس. حسب هيك ما كملنا دراستنا. اتجوزت، اجاني بنت وصبي لله، كتر خير الله. هاي كلارا بنتي الحفيدة الأولى بالبنات. كيف كنت يعني أنت كيف تحسي هيك عائلتكم؟ أنت عائلة كبيرة. ليك أنا مثلاً أنا بعد بتباهى قدام أصحابي بهيدا الشيء، عرفت إنه أنا كتير فخورة إنه عنا عائلة هالقد كبيرة، وهيك كلنا سوا وقت نكون مجموعين نحن كتار، يعني قليل تتلاقيها هون بلبنان، عرفت؟ فكتير مبسوطين بهيدا الشيء، وخاصة إنه نحنا يعني هيك أخدين الرهجة إنه هيدا العائلة الكبيرة، ولا الحمد لله يعني مبسوطين كتير بهيدا الشيء كتير. بسام وويليام غير متزوجين وهن مقيمين مع والدتهم بنفس المنزل. العائلة كبيرة كانت قبل، ما مش مثل هلا. قبل كانت ايام بركه ويعني بحبوحه بالعيشه هون بالضيع، مش مثل هلا. هلا صارت العائله مكلفه ومتطلبات الحياه كمان زادت غير قبل، وعشنا بحياه حلوه نحن بالضيعه. العيشه بالضيعه كانت قبل احلى وفيها بركه وهيك. هلا مرقنا باوضاع انه حرب وتهجير وهيك، تعذبنا شوي بس كتر خير الله بقينا مجموعين نقدر نجمع بعضنا بمناسبات يعني معينة، نضل ناقصين كم شخص وكتر خير الله رجعنا هلا على الضيعة وبعدنا رجعنا نجتمع قد ما فينا وهيدي حياتنا يعني. خلال انتظارنا لوصول باقي أفراد العائلة ذهبنا لزيارة ريموندا وهي ابنة سلمى وجارتها. أنا ريموندا بنت سلمى روحانا مرت المرحوم جميل روحانا، رقم 7، مجوزة من مزمورة. عندي 4 شباب لله. انت جيران انت وامك ما هيك؟ ايه جيران. ايه عطول يوميه، ما فيني الا ما اشوفها كل يوم. بنزل بقوم الساعه 5 بعمل مارش انا وكلبتي، عندي كلب صغيره، الساعه 5 الساعه 6 6 ونص بكون عندها، ما في الا ما صبحها وبرجع بجي. ربينا كلنا ببيت متواضع، وبي كان فاعل وكان عنده شوية معزة، وربينا على محبة بعضنا. وأمي كانت كتير، كانت أمي صر قاسية معنا، بس بي مثل خينا، كنا على طول نلعب نحن وياه، مش محسسنا إنه هو بينا، لأنه كان قريب من صغير بالنسبة لإلنا، يعني هو مثل خينا الكبير. ونحنا من وراء تربية أهلي، الله لا يقدر حدا صار له شيء، نحنا مندعمه منكون واقفين حده، يعني إيدنا بإيد بعضنا متشابكين، وكلنا منساعد بعضنا بالمحن. سلمى وجميل زرعوا بأولادهم الصفات الحسنة، علموهم على محبة بعضهم البعض والتعلق بالعائلة والأرض. لذلك مش بس ريموندا اختارت السكن بالضيعة، إنما أيضاً خيا فادي. بينا كلنا هون يعني كلنا متمسكين، أكيد كلنا مع بعضنا ربينا، يعني تقريباً كلنا نحن وإخواتنا مجايل، يعني ما فيش هالعمر اللي بيناتنا،
وتربية أمي وبي ربونا تربية صالحة وكل شيء، وبعدنا لهلا كتر خير الله بعدنا منيح مع بعضنا. حين وقت الغداء. شهر علو. أهلا وسهلا. وصلوا أفراد العائلة، الأولاد والأحفاد، ولكن الجمعة ما اكتملت. نص العدد تقريباً قدر يحضر، ولكن فور وصولهم امتلأ البيت بالفرح والعجقة. اليوم عندنا الانتفي، جمعت لي العائلة، جمعت نصها، يا ريت جمعتها كلها، بس ما بيقدروا يجوا يا ولدي. تفضلوا على الغداء. بهيدي الأجواء بتجتمع عائلة روحانا، عائلة كبيرة، عائلة متكاتفة، عائلة سعيدة. هيدا كان طموح جميل وسلمى، والأهم إنهم قدروا ينقلوا القيم الحسنة ومحبة الله إلى أولادهم وأولاد أولادهم. من هذيك السنة سلطت الضوء على عيال كثيرة الإنجاب، جيل جديد، تغيرت النظرة بالمجتمع. يعني صاروا إنه معقولة عندهم 8 أولاد وهيك قادرة كل يوم تلحق عليهم وترتبهم وعم يتعلموا، وفي تحديات كتيرة بس اتكالة على الله هي وجوزها وسيرتهم بالكنيسة مخليتهم يلحقوا على كل شيء. بينما النظرة يلي منشوفها على طول إنه ولد ولدين وما بقى فيه ومن ملحقة، وما بعرف إذا فريمان بيكون الإنسان منه ملحق أم لا، أم تعود على فكرة معينة. عم نغير شوي، نرجع الكونسيبسيون، مضروري كل العيال تكون 9 و8، بس يكون في سخاء بالإنجاب، انفتاح على الحياة، ونقول عنا دور بالمجتمع، بدنا نكفي دورنا. إلى منزل فيليب ونيكول غوش الكائن بالمنصورية وصلنا. بونجور، كيفك؟ تفضل. استقبلتنا نيكول وتعرفنا على بيتها قبل وصول عائلتها. هيدا بيتنا، هيدا الصالون، هون قط السفرة، هون المطبخ. هلا فرجيكم على اوض النوم. هون اوضتنا ورفقناها بجولة. انا هلا رايحة عند الكوافير، فيكم تفقوني؟ البداية كانت عند الكوافير، ومن ثم اتجهنا معها إلى السوبر ماركت. بونجور، بليز بدي أعمل الكوت بان بس. وعدنا لتحضير وجبة الغداء لعائلتها. كل يوم بحط الكاسات، يعني هي نوع، هيدي صلاة، هاي ترتيلة، وبتعطيني هيك قوة هقدر اشتغل بالنهار. هلا انا شخصيا بشريا بحب نام كل نهار واكل بوب كورن بس واحضر تلفزيون وما اعمل شيء صراحة.
بس انه لانه فت بالكنيسه وعرفت قيمه المسيحيه يعني وقديش انه مهم المراه المسيحيه عندها دور يعني والام يعني يكون ام وهيك مشهد حلو واحد يخاطر مع الله لانه خاصه هم يعني بلبنان وبغير بلدان يعني ما بقى حدا عم بيجيب اولاد يعني اسمها مخاطره ايه حقيقه مخاطره لانه يعني كيف بدي اقول هلا عقليتنا وهيك غير عن قبل فهلا بيقولوا لي انا مثل ستة قال بنتها البالغة سنة وأربعة أشهر لا تزال معها بالبيت وأثناء تحضيرها للطعام بترقص معها وصلوا الأولاد وداء جرس موعد عودة الأولاد من المدرسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وكان في داخل المنزل البنتين الكبرى والصغرى مما بيعني أنه نيكول البالغة 40 سنة من العمر وصار لها 16 سنة متزوجة من فيليب عندهم 9 أولاد الكبيرة بتبلغ 14 سنة وصغيرة سنة وأربعة أشهر فجأة ضجة حياة هيك بينقلب الوضع داخل البيت بعد ما كان الهدوء سيد الموقف طوال فترة ما قبل الظهر انت غسلت؟ غسلت ايديك؟ يلا تعال تنغسي بعد الوصول الأولاد بيغسلوا إيديهم قبل التوجه إلى مائدة الطعام وتناول غداء مجموعين ل 11 شخص على طاولة واحدة تبينا السماوي نشكرك على النهار على الأكل على نيكول دائما بتهتم فينا عطينا أنه يكون طعامنا نقبل مشيئتك ونعمل فيه آمين آمين بعد الغداء جلسنا مع الأهل وحاولنا معرفة كيفية تدبر أمورنا اليومية مع 9 أولاد في خضم الوضع الاجتماعي المتطلب اليوم أنا اللي اختبرته أنه الأولاد العائلة ما لنا بحاجة لكتير إشياء بحاجة لشيء أساسي حضور الله فيها والحب بين البي والأم شو معناتها؟ في المثل اللبناني بيقول عد بساطك مد إجري نحنا منقولها بالأبانة أعطينا خبزنا كفافة يومنا أنه أنا أولادي بيقدروا يعيشوا بمعاشين كان 100 دولار ولا 1000 دولار ولا 2000 دولار أنا بقدر أعيشهم بالكرامة المسيحية شو معناتها؟ أنا الشيء اللي بهني بحاجة لألهم لألهم أنا بسعى أني أمنني بس إذا ما تأمن بكون هذا تدبير من الله كمان ما كنت فكر اني حتى اتزوج ما كان هذا مشروعي كان مشروعي اني بسافر من بلد لبلد عيش مثل كل الشباب يعني واذا بدي اتجوز يكون معي مصاري كتير واذا بدي اجيب ولد اذا بدي نقي الانسان اللي بدي اتزوجها بدها تكون بمواصفات معينة هذا كان البروجي تبعي ويكون عندي حساب بالبنك واكتر شي بجيب ولد او ولد هذا مشروعي انا جربت كتير وسائل وكتير كتير اشي حتى ما يكون عنا اولاد ولكن ربنا دايما كان يقول لي خلي ذكائك على جنب خلي شطارتك على جنب انا رح اشتغل وانا بشهد اليوم انه الله من خلال الاولاد هالتسع اولاد اعطاني معنى حياتي خليني احب نيكول اكتر عم نعيش العناية الالهية شو معناتها بنعيش كل يوم بيوم حتى كل نص نهار بنص نهار في مرة حدا بالشغل معي قال لي أكيد أنت معك مثلا مبلغ معين نايم عليه قلت له أنا مستعد بكشف لك السرية المصرفية ليش شو بدي أقول بدي أقول أنه الحياة ما بتجي من المال عن جد الحياة بتجي من كلمة الله اللي بعدها عم تخليني أنا ونيكول لليوم مع بعض جولة الصباح داخل البيت اختلفت عن جولة ما بعد الظهر بحضور الأولاد فبعد الغداء كل ولد بيتوجه لإنهاء واجباته المدرسية هون عند الصبيان بس إنه برضو كل واحد عنده طولته يعني ما بيعزبوني يعني وكمان إنه ما حدا بيسألني كتير أسئلة يعني إنه
ماني قاعدة معهم على طول يعني بالدرس، أنا ببقى ركضة مع الصغار الثلاثة تا ما يجوا يزعجون يعني. شو صفا مش الحال الدرس؟ شهدت؟ خميس الحمام خميس انا صراحه بعد الظهر بكون عطلاني هم الحمامات، لانه اذا ما ببلش بكير بنخلص الساعه 12 وحده يعني، فببلش بالصغار هلا. انا قد ايه عبء عليك غراض وثياب وغسيل وكوي؟ الغسيل ما شيء ما بيتصدق صراحه. انه عن جد انه في وقع صعب بالغسيل وبالهيدا يعني ما بيخلص، بيضل فيه انه كل يوم كثير كثير يعني غسيل. بالله كبير داخل هالعيلة وبرأي نيكول وفيليب هو أساس استمراريتها رغم كل مصاعب الحياة. تكون مميزة عندما تكون مثال للمجتمع، قدوة لعائلات أخرى يحتذى بتصرفها ورفع لتحديات صعبة من أجل استمرار والتقدم نحو الأفضل. تحديات السنة ضوينا عليها بالإعاقة بقلب العائلة، مش إعاقة صغيرة. لما بنكون عم نشوف عيال فيها ثلاثة إعاقة بقلب العائلة، هي وحدة، وقديه بيكون التحدي كبير وصعب وبدك تركضي عم بيكون في ثلاثة، أو عيلة كمان فيها بنت وصبة اثنيناتهم عندهم إعاقة، وهيدي هي حياتهم، عايشين كل الوقت مع الإعاقة، بنفس الوقت ولا فقدوا الأمل ولا الصبر ولا الرجاء، عايشين في فرح داخلي وفي سلام. بيتر بيير وإلي بيير وإلي، وعندهم أم، هلا بخبركم قصة هالأم. إيه بيير وإلي وإلي فيليب بوسان، إلي أوكي، إلي الأكبر، بيير رمبرتو شيخ، إيه وفيليب إمون بطولي أطول شيء، لا أشوها بطولي، كان عنده الجرأة الرهيبة، ومن بنت المنطقة صار لأربعين سنة بمنطقة الزوق. إيه اجت قالت انا صار لي 40 سنه بمنطقه الزوق، انا اولادي بفتخر فيهم، راحوا على المدارس كانوا عم يمشوا، كان يقول لي اعاقه مع تبين. هيك عرفتنا إيفون الشامع ليون من سنتين بأنت أخي، تفاعلنا معهم وتفاعلوا معنا. إلي فيليب وبيير سفير بعدهم مكملين مشوارهم، مشوار حياتهم المكبل بإعاقات، تزول بوجود أم بترعاهم وعائلة بتحضنهم، عائلة استحقت تكريم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بحزيران 2013 لحمل الصليب بصبر وإيمان. تحقيق كمل المشوار مع هالعيلة،
مع هالشباب الثلاثة. تاكسي تيلانجكتازي، نوع الإعاقة اللي بيعانوا منها الشباب الثلاثة، أي توقف نخاعهم الشوكي عن النمو، ما يسبب تلف بالخلايا الجذعية ويؤدي لشلل وعدم القدرة على المشي والحركة. متخصصين من أنت أخي بيرافقوا الشباب الثلاثة إلى منزلهم، بيعاونوا عائلتهم على الاهتمام فيهم. أودت أم تخطت الأمومة بتضحيتها بقوة حبها، وقوفة لجانب أولادها، دعم المستمر لإلهم، معنوياتها متجلية بالبسمة على وجوههم. لكن أمارات الألم ممتزجة بخطوط وجهها اللي رسمتها السنين. تساعدني بتشغل حالك، تشد اجريك بالارض. تهدى من اختي. لا على طرف الكرسي، شد ريك، شد اجريك بالارض، شك اجريك في الارض واشعر حالك شو بقى. برافو، عافيك يا شاطر. يلا شك اجريك بالارض واطلع. لا يا اخي تخت إلي، وهذا بيير، وهذاك فيليب. وإلي بلشت إعاقته من عمر سنة ونص، اشتلقنا عليه إنه ما بقى يقدر يمشي مثل الأول. أخذناهن عند الحكمة وقال ما في نوى، يعني ما فيش مجال، هذا شيء بالنخيعة ما في إله دواء. بقينا سألنا الحكمة في لزوم يعني ما منجيب غيره؟ قال لا، ما في، ما إلكن علاقة، فيكن تجيبوا غيره. هلأ إجا بيير، كان كتير منيح وراحوا على المدرسة. وبيير بعمر تقريبا 7-8 سنين صار فشختين لقدام فشخة لورا، يعني اشتلقنا كمان انه منه مزبوط مشيته. فاجا التالت كان كتير منيح، ويلعب فوتبول ويطلع درج وينزل، الى ان طب وصار مثل اخوته بعمر 9 سنين، بطلوا يروحوا على المدرسة انه المدرسة ما عادت قدرت قبلتهم.
أكيد كنت بتمنى، وكان البي بيتمنى إنه يطلع واحد منهم مهندس ديكور تيشتغل هو وياه ويسلمهم الفبركة. هلأ الفبركة ترك البي والولاد هادين. سمعان الثمانين وقف بجانب أولاده ثلاثة تلة فترة إعاقتهم، حضنهم بحبه ورعايته بالرغم من السنين اللي أثقلت كاهله. دعمه ما زال موجود وانتباهه على أولاده بأوجه. أبد؟ طب وانت كباي كيف وقفت حد ولادك بهالمرحلة؟ مثل العالم يعني، مثل مكان طبيعيات، ما تدمرناش منهم، ما عندنا شيء. هيك الله راير ما كناش ندمر منهم، بس ولما بيجوا على البيت مسير جلد شوي، شت حلب شوي، عود منيح، حكي منيح. قلنا بعمل هالمرة تضل قايم فينا، كنا ثلاثة صرنا أربعة. مدونة؟ نعم. بالمعروفة بالموزة. ايه يلا. مدونة شقيقتهم الصغرى، رسالتها مكملة، تخدم إخواتها بصبر وفرح. البريق يلمع بعيون لوجود بقرب حد ومع. يعني قد ما تعودنا على الصعوبات، قد ما صارت كأنه خبزنا اليومي، صرنا نحس الأمور طبيعية ونحس إنه في شيء تقيل ولا في شيء مش لازم. لأنه هلأ ربنا وهبنا كل شيء، مشان هيك نحن لازم نشتغل على حالنا ونضل واعيين ونعيش الواقع. ليلة 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 نزعفوا وقعوا. حدود الإعاقة تخطوها، آلام حوالوها لأمان. كل جمعة لعائلة صفار بتتخللها نكت وحزازير بيسردوها الشباب ثلاثة. في واحد عم صرص بالي استفادت له. الجامعة حول مائدة الغداء بتبدأ بالصلاة، بتكمل بمد يد العون ومساعدة إلي فيليب وبيير ليتناولوا الطعام بسهولة. بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. باركنا اللهم وبارك هذا الطعام، من أعده ومن يريد أن يأكله. هيك واحد بده يكون عنده إرادة قوية أول شيء، ويخاف الله وإيمانه حي. بتفكر فيهم هودي ثلاثتهم. أنا قبل كل شيء قريت قصة أيوب، وقت اللي قريت قصة أيوب يعني تحديت كل شيء بيني وبينك. صرت أخذ الشغلة على الطبيعة، أخذهم على طبيعتهم، فكرهم إنه عادي، شباب عاديات، بس إيش؟ إنه بتتعب فيهم شوي زيادة. نحنا كتير متعلقين فيهم وهن متعلقين فينا.
نحن في رابط محبة أكثر من يعني أخوة ومحبة مثل ما الكل بيحكي، بس نحن لأنه يمكن عندهم ظرف خاص بدنا نهتم فيهم أكثر. يعني نحن أنا أولادي هن وصغار كنا نصيف نضل 3 أشهر موجودين معهم، كانوا يبقوا بالبيت ثلاثتهم وكانوا يتسابقوا مين بده مثلا يحلق لإلي قبل، مين بده يحلق لبيير، مين بده يطعميهم، مين بده يحضر الترويقة. يعني كنا مشاركة، عائلة مشاركة. إلي فيليب وبيير كاملين حياتهم بفضل الحب المتبادل بينهم وبين أهلهم. حبهم كثير، نحن والغاق بيهتموا فينا. بحبهم كثير وبحب دل معهم، رفقونا هن وصغار، نحن رفقونا نحن وصغار، لا بحبونا ومنحبون. أختي وعائلتها بيساعدونا كثير، رفقونا نحن وصغار، تسلم أكبر. إعاقة غير موجودة لما الإنسان اللي بيحملها هو الموجود. قول بيتجلى بزوايا منزل سمعان وأودات صفير، منزل مغمور بالمحبة، الدفء والدعم. فمن خلال الحب لابد للحياة أن تكمل. نحن هلأ عم نشتغل أكثر مثل ما قلنا على سيسيونات عم نطلقها بكل أبرشية في لجان عيال. بقلب لجان العيال في مراكز إصغاء، هالمراكز الإصغاء هي أول محل بيتلقى العيال لما بيكون عندها مشاكل أو عندها نصيحة معينة. هلأ عم نشتغل الله راد على تقوية هالمراكز، وفي أبرشيات بعد ما نوجدت فيها هالمراكز لحتى نوجدها، بس هيدا عمل متكامل لنقدر نكفي. عم نعمل دي سيسيون مع جامعة الحكمة pour former les gens y a les habits, session de médiation, session canonique, session psychologique. بتخولهم يكونوا مساعدين بقلب مراكز الإصغاء. وان باراليل كمان عم نشتغل هلا لسنة الجاي على شهادة دبلوم يونيفرسيتير بخول انه يكون هن رسميا بيقدروا يستلموا ديكا مباشرة مع العيال يلي عندها مشاكل. هيك بنكون عم نشتغل انه نخفف عن الدعاوى بالمحاكم الروحية، ونتلقى العيال من أول ما ببلش بيناتهم الكيبروكول. فسارعت إلى العمل بإلقاء الضوء على إيجابية وميزة هذه العائلات ببساطة الكلمة والتقنية العالية والخبرة المعهودة، وخصصت لذلك حلقة خاصة من برنامجها الناجح تحقيق كلود أبو ناظر الهندي. باسم مكتب العائلة في بكركي لك منا كل تقدير وألف شكر على تفانيك المتواصل في خدمة العائلة. أدامك الله في هذه الرسالة، واقبل منا هذا التكريم عربون محبة ووفاء. كرمنا الإعلام يلي بنشتاق له بكل إعلامي، ومع احترامي لكل الإعلاميين، إنه هالسيرة ضوي إيجابياً وواقعياً على العيال وتعطي حسناتها وتطلع الحلو منها. بعد أقل من أسبوع نحتفل جميعاً بعيد الأب. هو العمود الفقري يلي بيستندوا عليه أفراد العائلة، هو مصدر القوة الجسدية والروحية والمعنوية. لهالأسباب يتم بهذا التوقيت ببكركي تكريم العائلات، على أمل أن يعم الخير وتسود المحبة كل عائلات لبنان. وعيد مبارك لكل أب بلبنان.